ينضم لنا على الهواء مباشرة مراسلنا محمد مبروك. أهلا بك محمد. حدثنا إذن عن هذا الاجتماع المهم لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، والذي عقد على هامش اجتماعات لعدد من اللجان الوزارية على هامشه. ما هي أهم مخرجات هذه الاجتماعات حتى الآن والمستجدات حتى هذه اللحظة؟ مساء الخير. اولا بالفعل اربعه اجتماعات مختلفه في الجامعه العربيه بدات على مدار اليوم وانتهت باجتماع للجامعه العربيه على مستوى الوزراء. تناولت هذه الاجتماعات عدد من القضايا المهمه والمحوريه بالنسبه للدول العربيه. على راس هذه القضايا هي قضيه تمكين اسرائيل من المشاركة في مجلس الأمن على مقعد العضوية غير الدائمة، حيث رفضت الدول العربية الموجودة في هذا الاجتماع مشاركة إسرائيل في مجلس الأمن، واعتبرت أنها دولة احتلال منددة بمشاركة إسرائيل في مجلس الأمن على خلفية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة. أيضا ناقشت اللجان قضايا مختلفة، منها قضية إيران والتدخلات الإيرانية في المنطقة، وانتهت اجتماعات اللجان باجتماع الوزراء الخارجية العرب. أربع كلمات مختلفة قبل رفع الجلسة للراحة. كانت هذه الكلمات هي كلمات للأمين العام لجامعة الدول العربية، أيضا وزير خارجية جيبوتي قبل أن يسلم رئاسة الاجتماع الى الوزير القطان وزير الخارجية السعودي على مستوى الدول الافريقية. وايضا تناولت هذه الكلمات عدد من القضايا الرئيسية التي تمر بها الدول العربية، على رأس هذه القضايا قضية ليبيا، وحثت المجتمعون الأطراف المختلفة في ليبيا إلى استكمال الحوار والعمل وفق اتفاق الصخيرات. أيضا ركزت الكلمات في فلسطين على أهمية يعني العمل العربي المشترك لمواجهة قرار دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، و بحث المستجدات على الساحة الدولية لتوفير الحماية للفلسطينيين ودعم القضية الفلسطينية على المستوى الدولي. كان هناك أيضا كلمات مختلفة عن سوريا وأيضا عن الأوضاع المختلفة في العراق، وأيضا تم توزيع ملف يعني مختصر بحجم التدخلات الإيرانية في المنطقة وتصدير نموذج ولاية الفقيه بديلا عن الإصلاح السياسي والاقتصادي التي تنتهج مملكة البحرين. إذن كل هذه تفاصيل عن النقاشات يعني التي جرت في الاجتماعات التي عقدت على هامش اجتماع الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية حتى هذه اللحظة، وسنتواصل معك لكل جديد بالتأكيد. محمد مبروك من الجامعة العربية، شكرا جزيلا لوجودك معنا.